لا يوجد من حكومة إقليم كردستان مساندة ودعم للبكك، بالدليل نحن غير راضين أبدا على وجودهم في سنجار مثلا، وحاولنا مرارا إبعادهم عن هذه المنطقة وإبعاد خطرهم عن هذه المنطقة. وجودهم وعملياتهم العسكرية ضد تركيا، وتركيا تقوم بالرد عليهم ويكون الضحايا من أبناء هذه المنطقة. أبدا ليس هناك أي دعم من قبل. نعم أنا كنت أقصد حكومة الاتحاد، الحكومات السابقة، حكومات بغداد السابقة كانت تمد للبكك بمرتبات وبمعونات كبيرة.